في اطار التخريج ديال اليوم العالمي للوقايه المدنيه، قامت المديريه العامه للوقايه المدنيه اليوم بافتتاح المركز الاغاثه تقدم، اللي عرف واحد اعاده البناء ديالو، واحد الحله جديده، واحد الهندسه المعماريه تتناسب مع متطلبات الوقت. هذا المركز هذا حاولنا فيه نوفروا فيه جميع مستلزمات الراحه بالنسبه للعناصر ديالنا باش يقوموا بالعمل ديالهم في احسن واجب. وهذا المركز هذا تيتواجد في منطقه اليوسفيه، اللي منطقة اليوسفية كما يعرف الجميع تعرفوا على كثافة سكانية كبيرة، اللي هي الأولى من ناحية مدينة الرباط. دونك تواجد المركز للوقاية المدنية فيها أمر مهم للغاية، لذلك المديرية العامة للوقاية المدنية في إطار الاستراتيجية ديالها تحديث جميع التكنات قامت بتحديث هذه التكنة هذه وجهزتها بمعدات لتمكنها بالتدخل الفوري والعاجل في أي تدخل. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.